السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيم خوجة من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم مميز وفرصة شقة غرفة وصالة في منطقة بليتلي. المشروع عبارة عن 33 برج سكني بينهم نهر جاري. زي ما قلت لكم 33 برج، منهم أبراج لحالهم منهم أبراج ملتصقة في بعض. الشقة اللي بنصورها في أحد الأبراج هذه شقة غرفة وصالة مساحتها 75 متر مربع، إطلالتها على الطبيعة. الخدمات اللي موجودة في المجمع عندنا جلسات عائلية، ألعاب أطفال، بالإضافة إلى مسبح مغلق، جامع موجود داخل المجمع. بين كل مرحلة ومرحلة، المشروع عبارة عن ثلاث مراحل، المرحلة ثلاثة أبراج وعندنا مرحلة خمسة أبراج والمرحلة الأخيرة الأبراج الباقية. في كل مرحلة في بوابة إلكترونية ونظام سيكيورتي وكاميرات مراقبة. زي ما قلت لكم في المرحلة الثانية موجود المسجد وساحة الألعاب اللي هو صالة الفتنس، بالإضافة إلى سوبر ماركت قريب من المجمع. موقع المجمع في منطقة بليتلي. منطقة بليتلي غنية عن التعريف، إنها مقابل المطار. المسافة بين الموقع والمطار تقريبا 3 دقائق، وبين الموقع ومول الفورم 5 دقائق، وبين الموقع وميدان طرابزون 10 دقائق. موقع مميز جدا. زي ما قلت لكم الخدمات اللي موجودة فيها والموقع شرحت لكم. في خدمات إضافية موجودة قريب من الموقع، سوبر ماركتات، مطاعم، بالإضافة إلى أن المواصلات يمر بالقرب من المجمع. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة الشقة ومساحتها، خليكم معنا. وصلنا الشقة. شقة غرفة وصالة مساحتها 75 متر مربع. مدخل الشقة زي ما شايفين من هنا. ميزة الشقة هذه أو المجمع هذا أنه واصل فيه الغاز الطبيعي، يعني التمديدات وكل شيء مجهزة، بس يبقى لنا المشتري يأخذ جهاز الكومبي. زي ما تشايفين نظام الشقة هذا أنه المطبخ مفتوح على جهة الصالة، نظام مطبخ أمريكي. المطبخ جاي على شكل L، الدواليب راكبة وجاهزة، أماكن الأجهزة الكهربائية مجهزة في كل شيء في مكانه. مقابلنا على طول، مقابل المطبخ المفتوح، الصالة. مساحة الصالة مع المطبخ إجمالي أقدر أقول 35 متر مربع. إطلالتها جاي إطلالة على الطبيعة، على أساس أنه شقة في الدور الأرضي ممكن إطلالة الطبيعة موجودة عندنا، بس عندنا هنا موقف للسيارات قليل ما يبين. مكان لجهاز الكومبي، يعني صالة كبيرة وجيدة. بجوار الصالة عندنا الغرفة. نتوجه نشوف الغرفة. يعني شقة مساحتها جيدة كشقة غرفة وصالة، ممتازة جدا. قبل ما نخش للغرفة عندنا دورة المياه التابعة للشقة، مساحتها كدورة المياه ممتازة. مروش بس ناقصها أن يركبوا الزجاج. كل شيء جاهز. عندنا هنا الكلوزد ومكان لغسالة الملابس. التدفئة موجودة أيضا في دورة المياه والمغسلة. مقابلنا هنا عندنا الغرفة، هذه غرفة النوم الرئيسية. الشقة هذه غرفة وصالة، مساحتها ممتازة، تقريبا أقدر أقول 3×4.5، جيدة جدا كمساحة لغرفة النوم الرئيسية. إطلالتها أيضا على جهة الطبيعة جاية، وإطلالة رائعة لو تلاحظوا. في إطلالة جزئية على البحر، إطلالة جزئية جانبية على البحر، وإطلالة الطبيعة مميزة من واجهة غرفة النوم. وعندنا الجانبية كمان إطلالة على الحديقة الجانبية. يعني شقة فرصة، والشقة هذه مميزة أيضا. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة، غرفة وصالة مساحة 75 متر مربع في منطقة بليتلي. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات.
التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.